في ظلال السيرة حائر بعد الإسراء. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد. وفي آخر الليل أيقظه جبريل عليه السلام مرة أخرى، فتوضأ ثم أخذه نحو البيت. ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه، ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة. ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر، فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج. ولما انسابت خيوط الشمس في سماء مكة ودبت أنفاس الصبح في طرقاتها، تغير عليه السلام وانساب الحزن إلى نفسه، رغم السعادة التي تغمره واليقين الذي يملأه. إنه الآن معتزل في الحجر يفكر في الذي سيقوله، ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله. فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا، فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل، وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم، ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه، مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق فرعون الأمة إلى مكة إلى طواغيتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس، وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات،
وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغر فاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومكذبا، لكن البعض طلب دليلا. فما الذي سيقدمه عليه السلام لهؤلاء المكذبين؟ وما الذي يجدي معهم؟ في ظلال السيرة.